وين راح هذا كمان؟ يعني دلني على الطريق وراح؟ لو سمحت يا ترى معقول يكون هون؟ أبهي عم تسمعني أبهي؟ أنا براقيا وأخيرا مشي الحال. أنت برجليكي طبعا اجيتي على هذا المكان، وأنا بسببك رح يصير حظي أحسن. ما بنكر إنك كنتي أنيقة كتير اليوم، بس هيك نصيبك، ما فينا نعمل شي. رح تستني كتير ليجي أبي، بس انتظارك هاد رح يكون على الفاضي. افتحوا الباب خليني أشوف أبي، يمكن يكون جوا.